الموجز ورياضياتكم من قناة زيرتوب مشاهدينا، أهلا بكم. بداية بأهم خبر لنهار اليوم، إن دفع ممثل الجزائر توفيق كودري والمنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك عن البطلة الجزائرية إيمان خليف، خاصة بعد مزج ممثل روسيا للسياسة مع الرياضة خلال تدخله. ووصف كودري البطلة الجزائرية بالشجاعة التي ولدت أنثى، منتقدا التشكيك في مشاركتها في أولمبياد باريس. وإليكم الكلمة الكاملة لممثلي الجزائر. أعتذر عن طلب الكلمة لمرة ثانية، لكن وفد بلادي لم يكن يتمنى أن يتم مزج السياسة بالرياضة، وخصوصا الألعاب الأولمبية الجارية حاليا. استمعنا إلى إشارة ضمنية لكنها كانت موجهة بوضوح إلى رياضية بطلة من بلادي. أود أن أؤكد ما يلي: إن الملاكمة الشجاعة السيدة الآنسة إيمان خليف ولدت أنثى، عاشت طفولتها بنتا يافعة، مارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس. وأؤكد هنا، لا يوجد أدنى شك حول ذلك إلا من له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها. في الأخير أكتفي بإحالة الجميع إلى اللجنة الأولمبية الدولية نفسها، والتي بكامل الوضوح وبشهادتها التي تقسم ظهر كل مشكك في بطلتنا الشجاعة الأبية حفيدة النساء الجزائريات الحرائر لبلدي. شكرا السيد الرئيس. بلغ العداء الجزائري جمال السجاتي نصف نهائي منافسة 800 متر في ألعاب القوى بأولمبياد باريس بعد احتلاله المركز الأول في السباق الذي جرى صباحة اليوم. وسيحاول السجاتي بلوغ النهائي وإحراز ميدالية ذهبية أخرى للجزائر. ضمن قول الجزائري ياسر تريكي اليوم الأربعاء تأهله لنهائي الوثب الثلاثي ضمن منافسات أولمبياد باريس، وذلك بعد تحقيقه المركز الرابع في المجموعة من بين 12 متسابقا. وسيشارك الجزائري في النهائي يوم الجمعة على أمل خطف ميدالية جديدة للجزائر. أعلنت شركة صون الغاز المالك لغالبية أسهم فريق وفاق سطيف عن تنصيب رابع عباسي مديرا للشركة بلاك إيجلز خلفا لنبيل قواسمية. ويأتي هذا القرار حسب ذات الشركة في إطار استكمال ورقة الطريق التي سطرتها صون الغاز لتحسين وتطوير آليات التسيير للارتقاء بالنادي لمستوى تطلعات الأنصار وتحضيره للموسم القادم. قبل الختام، عنونات جريدة زير سبور صفحتها الأولى لنهار اليوم بعبارة فخر الجزائر في إشارة لتأهل إيمان خليف لنهائي منافسة الملاكمة في أولمبياد باريس وتشريفها الجزائر. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى نهاية الموجز الرياضي، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.